السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا الفيديو رقم 20 من الموديول دلا كونتابيليتي أناليتيك. حنا مازالين مستمرين في السلسلة ديال لي زيكسيرسيس كوريجي ديالنا. كتذكير فقط لا غير، قلنا ابتداء من الفيديو رقم 10 بدينا كنخدمو كل شابيتر كنعطيوها الريزومي ديالها بلوس لي زيكسيرسيس كوريجي ديالها. سي بون، كل شابيتر ريزومي الشرح ديال الشابيتر بلوس لي زيكسيرسيس كوريجي. فين توقفنا؟ توقفنا في الشابيتر ديال لا ديتيرميناسيون دي كو اي دي ريزولتا. غادي نشرحوها ونعطيو لي زيكسيرسيس كوريجي ديالها ان شاء الله باذن الله. دونك اليوم غنشوفوا شنو هي الديتيرميناسيون ديال لي كو. خاصنا نحسبوا التكلفه ديال داك لو برودوي اللي غنبيعوه للكليون في الاخر. دونك عندنا واحد لونتربريز اندستريال كتصنع ليا واحد لو بيرو، واحد المكتب. دونك بما انها كتصنع يعني خاصها دوز من مراحل. عندنا المرحله الاولى اللي هي الشراء المواد الاوليه بشحال من كيلوغرام في لا كونتيتي ديال الخشب اللي خاصها تشري كوم مواد اوليه ماتيير بروميير. دونك هاد المرحله ديال الشراء او بيان لاجا خصنا نحسبوا ليها التكلفه ديالها بشحال تقامت عليا ديك المواد الاوليه، هي لو كو داجا. سي بون، هاد لي ماتيير بروميير اللي حنا شريناهم غادي نهزو منهم واحد لا كونتيتي غنديوها للسيرفيس دو برودكسيون. دونك هاد لو سيرفيس دو برودكسيون خصنا نحسبوا ليه بشحال حتى هو كلفنا د المصاريف، التكلفه ديال الانتاج، لو كو دو برودكسيون. سي بون، ملي صنعنا لو برودوي، هاد لو برودوي هذا خاصنا نبيعوه، دونك حتى هو عنده مصاريف، مثلا الاشهارات، ترونسبور، دونك عندنا واحد التكلفه ديال البيع. سي بون، دونك هاد المرحله كتسمى لا ديستريبيسيون، خاصنا نحسبوا ليها لو كو ديال دو ديستريبيسيون ديالها، التكلفه ديال البيع. اوكي سيدي، دونك ملي حسبنا جميع المراحل اللي متعلقه لنا بالصنع ديال هاد لو بيغو هذا، دونك كنقدروا نحدوا التكلفه الاجماليه ديال هاد لو برودوي اللي هي لو كو دو روفيان ديال هاد لو برودوي. بما اننا حددنا لو كو دو روفيان ديال هاد لو برودوي كيسهل عليا نزيد عليها واحد لا مارش ديالي، نزيد عليها واحد البركه ديال الفلوس اللي هو الربح ديالي. دونك التكلفه ديال لو كو دو روفيان، التكلفه الاجماليه زيد عليها واحد النصيب ديال الربح ديالك كيتسمى لو بري دو فونت، تمن باش غنبيع هاد لو برودوي هذا. سي بون، دونك باش نلقى النتيجه او بيان الريزولتا اناليتيك كنشد لو برو تمن باش بعت هاد لو برودوي كنقص منه تمن باش كلفني هاد لو برودوي هذا، بشحال تقام عليا هاد لو برودوي هذا. دونك هاد المراحل باش نخدموهم اول حاجه خاصنا نحسبوا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. سي بون، دونك هاد المرحله هادي ديجا حنا شرحناها وخدمنا عليها ثلاثه ديال ليزيكسيرسيس. قلنا باش كنحسبوا لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك كنشدوا توتال ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، كنحيدوا منهم لي شارج اللي ما عندناش بهم غرض، اللي ما عندهمش علاقه بلاكتيفيتي دو لونتربريز كيتسموا لي شارج نو انكوربورابل. دونك اوتوماتيكمون الى حيدنا لي شارج نو انكوربوراب ما عندنا ما نديرو بهم، ما عندهمش علاقه بلاكتيفيتي دو لونتربريز، شنو اللي بقى لينا؟ بقى لنا لي شارج كوربوراب اللي هما عندهم علاقه بلاكتيفيتي دو لونتربريز. حيدنا لي شارج نو انكوربوراب، دونك خلي لي خويا غير لي شارج انكوربوراب. سي بون، اوكي سيدي، زيد عليها لي شارج سوبليتيف. دونك لو مونطون اللي تلقاوه هنايا في لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك تينقسم ليا جوج ديال لي شارج. سي بون، دونك حنا شنو كنحسبوا؟ كنحسبوا لي شارج توتال ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. بما انه تنقولوا توتال يعني كيتكونوا ليا من لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت. واش فهمتيها؟ دونك هاد التوتال ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك قلنا كيتكونوا من لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت هما اللي عندهم علاقه مباشره دوك الفلوس اللي خسرناهم على ود باش نشريو ديك لي ماتيير بروميير، على ود باش نصنعو داك لو برودوي. دونك ديريكتومون تيكونوا محسوبين. مثلا عندي غنشري لي ماتيير بروميير، دونك عندي باغ اكزومبل شريت 100 كيلوغرام ديال الخشب وكو
كل كيلو تقام عليا بخمسة دراهم. إلا سولتك لو بخي داشا ديال لي ماتيغ بخوميير اللي هي الخشب بشحال تقامت عليك، اوتوماتيكمون غتجاوبني غتقول لي 500 درهم. 100 كيلو غرام ضربها في 5 دراهم هي 500 درهم. صعيبه هذه؟ ساهله. هادشي باش نسميوها ديريكتومون معلومات كيعطيوها لكم في ليكسيرسيس على شكل بشحال من كيلو غرام ديال الخشب وكل كيلو شحال تقام عليك. دونك لو مونطون ديال لي شارج ديريكت هو 500 درهم. ساهله هذه. المشكله فين كاينه؟ هما لي شارج انديريكت. مثلا لونتربريز راه بوندون ديالك لو موا ديالها كامل راه عندها فلوس ديال الموطو، عندها فلوس الكرا ديال لونتربريز، عندها لي سالير ديال الخدامه ديالها. دونك على سبيل المثال فلوس ديال الموطو، دونك هي ديجا كتخلص واحد 1000 درهم ديال الموطو في داك لو موا ديال اللي غادي بار اكزومبل لو موا جونفي. هذيك 1000 درهم اللي خلصتها على الموطو واش غير على ود باش تشري ليا هاد لي ماتيير بروميير باش تصنع هاد لو برودوي؟ لا، راه كتشري بزاف ديال لي ماتيير بروميير وكل نوع ديال لي ماتيير بروميير كتخرج منهم واحد لو برودوي اكس بار اكزومبل. سي بون. دونك باش نعرفوا ديك 1000 درهم ديال الموطو خاصنا نقسموها نديروها ريبارتيسيون. سي بون. لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. سي بون. دونك هذيك الفلوس ديال الموطو خصنا نعرفوا شحال خسرت عليها اللي كلفتني باش نشري ديك الماتيير بروميير. سي بون. مثلا لو توتال ديال الموطو هو 1000 درهم، دونك نقدر نلقى بان لاشا د ماتيير بروميير باش ستوكيتها في لونتربريز عندي كلفتني ديال الموطو غير 4 دراهم. فهمتيها؟ يعني ديك 1000 درهم راه على ود لي برودوي كاملين اللي كتصنع، ولكن حنا كندرسو غير التكلفه ديال واحد لو برودوي واحد، واحد لي لاشاد ماتيير بروميير. سي بون. اوكي سيدي. دونك قلنا فهمنا بان لي شارج لا كونطابيلتي اناليتيك كينقسموا لي لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت. هاد لي شارج انديريكت باش كنلقاوهم عن طريق لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت اللي تعلمناه وخدمنا عليه دوز اكسيرسيس. خدمنا درنا الشرح ديالو اون بليس خدمنا عليه لي زيكسيرسيس كوريجي. دونك هاد لو طابلو هذا الناس اللي متبعين لي دابا غيجيهم ساهل. اول حاجه كنشدو لي شارج انديريكت. لاحظتي معايا المشكل عندنا فين؟ هما لي شارج انديريكت. اوكي سيدي. خاصنا نعرفوا المرحله ديال لا بروفيزيونمون لاشا دي ماتيير بروميير بشحال كلفتنا من لو مونطون توتال ديال لي شارج انديريكت. سي بون. واش فهمتيها؟ يعني هاد المرحله ديال لابروفيزيونمون ديال لي ماتيير بروميير بشحال كلفتني على سبيل المثال اللي قلت لكم ديال ديك 1000 درهم ديال الموطو تلقاتها كلفتني غير 100 درهم. فهمتي؟ المرحله ديال لابروتيكسيون بشحال كلفتني من المجموع ديال ديك 1000 درهم ديال الموطو بار اكزومبل تلقاها كلفتني غير 400 درهم. واللي بقى عنده علاقة بالديستريبيسيون، المرحلة ديال البيع بشحال كلفتني من المصاريف ديال لي شارج انديريكت. سي بون. دونك ديك لي شارج انديريكت توتال ديالهم على سبيل المثال داخل فيها نقولوا هاد 222000 درهم غير كمثال، داخل فيها المصاريف ديال الموطو، داخل فيها المصاريف ديال الكرا، داخل فيها الخلصة ديال لي غومينيغاسيون ديال بيرسونيل. يعني شنو؟ عندنا لو مونطون توتال دي شارج انديريكت. خاصنا نديرو لا ريبارتيسيون. اول حاجه كنديرو لا ريبارتيسيون بريمير. سي بون. هادشي راه كنا شرحناه باش ما نعاودوش نشرحوه حيت اليوم غنديرو اكسيرسيس غياخد لنا شويه ديال الوقت. سي بون. دونك الناس اللي متبعيني عارفين لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. اول حاجه عندنا لا ريبارتيسيون بريمير، يعني هاد لو مونطون توتال دي لي شارج انديريكت كنديرو له التوزيع على كاع السرابس اللي عندنا في لونتربريز. سي بون. المرحله اللي موراها لا ريبارتيسيون سيكوندير. شنو كنشدو؟ كنشدو غير لو مونطون د لادمينستراسيون كنقسموه على لي سيرفيس لاخرين. عاوتاني كنشدو لو مونطون د لونتروتيان كنقسموه على لي سيرفيس لاخرين. سي بون. دونك شنو قلنا؟ لا ريبارتيسيون بريمير كنشدو توتال ديال لي شارج انديريكت، دير ليه لا ريبارتيسيون بريمير ديالو. سي بون. وزعوا على السرابس كاملين. هاد 222000 راه نقولوا مثلا لادمينستراسيون خدات منا 26000،
اونتروتيان خدات منا 17000 سي بون وير هذا عاوتاني كنشدو هنا غير لو مونطون لادمينستراسيون اللي خاصنا نلقاوه راه ديجا خدمناه لا فورمول ديالو سي بون مي كنلقاو لو مونطون لادمينستراسيون كنعاودو نديرو لو اعاده التوزيع ديالو عاوتاني مي تلقاو لو مونطون لونتروتيان كنديرو عاوتاني اعاده التوزيع ديالو سي بون في الاخر كنلقاو لا ريبارتيسيون سيكوندير هاد التوتال لا ريبارتيسيون سيكوندير خاصو يخرج لنا هنا زيرو يخرج لنا هنا زيرو اوتوماتيكمون خاصنا نلقاو لو كو ديال كل مرحله المرحله ديال لابروفيزيونمون ها لو كو ديالها المرحله ديال لابرودكسيون ها لو كو ديالها المرحله ديال ديستريبيسيون ها لو كو ديالها ا كونديسيون هاد لو توتال ديال هاد الخانات كاملين الا شدينا هذا زيد عليه هذا زيد عليه هذا خاصو يساوي ليا لو مونطون توتال اللي درنا ليه التقسيم ديالو اللي درنا ليه لا ريبارتيسيون ديالو سي بون دونك هاد لو طابلو هذا راه شرحناه وخدمنا عليه لي زيكسيرسيس اوكي سيدي دونك قلنا اول مرحله هي انك شنو تخدم لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك سي بون اوكي سيدي لي شارج ديريكت فاسيلمون اما انديريكت خصنا شنو طابلو دو ريبارتيسيون اوكي سيدي المرحله اللي موراها هي لو كو داجا لو كو داجا ديالاش ديال المواد الاوليه هذيك المواد الاوليه اللي كنت انا شريتها راه حتى هي فيها دي شارج ديريكت اي دي شارج انديريكت ملي تنبغيو نحسبوا ان كو يعني كيتكون ليا من لي شارج ديريكت اي دي شارج انديريكت لي شارج ديريكت على سبيل المثال هو اللي قلت لكم شرينا 500 كيلوغرام وكل كيلوغرام تقام عليا ب 5 دراهم سي بون داك لو مونطون اللي غيخرج لك 500 ضربها في 5 دراهم هما الفلوس ديال لي شارج ديريكت هاد المعلومات كيعطيو لكم في ليكسيرسيس ساهلين ماشي شي حاجه سي بون هاد لي شارج انديريكت ملي كنجيبوهم من هاد لو طابلو هذا حنا كنهضروا على علاش مرحله مرحله ديال لو كوداجا دونك اوتوماتيكمون العقل ديالنا كيتبروغرام على هاد لو طابلو هذا سي بون دونك عندي هنايا بشحال من كونتيتي شريت اللي هي بار اكزومبل 500 كيلوغرام سي بون كل كيلوغرام كنلقاه مثلا ب 5 دراهم نقولوا مثلا شتو كالكولاتريس يعني 500 ضربها في 5 دراهم دونك عندي 2500 درهم دونك اول حاجه كتكون عندكم هنا لو مونطون اللي غتلقاوه ملي غتعمروا الطابلو هو 1500 خصنا نلقاو لو كو داجا دي ماتيير بروميير هو هذا لا بروفيزيونمون كنشد 2500 درهم تنقسمها على 500 كونتيتي اش تي ديال الماتيير بروميير كيعطيني كل كو كيساوي كل كيلوغرام كيساوي ب 5 دراهم سي بون دونك 500 ضربها ب 5 دراهم الكيلو دونك لو مونطون اللي خسرت على المرحله التكلفه ديال لاشا هي 500 درهم سي بون دونك هاد 5 دراهم هو لو كو ديال التكلفه ديال لي شارج انديريكت فهمتيها اوكي سيدي غنخدمو اكسيرسيس كوريجي وهادشي غيجيك ساهل غير دابا الشرح تيكون بهاد الطريقه هادي غير وسع معايا خاطرك مي غتوصل معايا لي زيكسيرسيس غتولي هادشي عندك بحال الماء ساهل اود الناس سي بون هاد لي ماتيير بروميير اللي حنا شريناهم احنا شريناهم غنخليهم في الزنقه لا غنحطهم في المكازا عندي غنحطهم في لو ستوك عندي انايا هاد لو ستوك هذا خاصنا نصايبو ليه لا فيش دو ستوك ديالو انطلاقا الى بقيتو عاقلين لي ميثود دي فالياسيون دي ستوك وخدمنا عليهم اربعه ديال لي زيكسيرسيس وكل اكسيرسيس عنده واحد لا ميثود ديالو كميب اون فان دو بيريود كميب ابري شاك اونتري الفيفو والليفو هادشي كاع خدمنا عليه ودرنا ريزيمي كومبلي سي بون سيدي اوكي سيدي دونك هاد المرحله كتسمى لو كو دانفونتير بيرمانون كيسمى لو سي اي بي اوكي سيدي دونك هاد لو سي اي بي هذا مثلا عندي لي ماتيير بروميير اول حاجه بما انني عندي واحد المكازا واحد لو ستوك ديال لي ماتيير بروميير يعني راه ديجا كاين عندي واحد لو ستوك انيسيال باش بديت لانفونتير ديال داك لو مو ديجا كانت عندي 5000 كونتيتي ديال الخشب وكل كونتيتي كل كيلوغرام تقام عليا ب 22 درهم ديجا كلفني لو ستوك انيسيال ب 110000 درهم اوكي سيدي واش عندك اود الناس دي زونطري سي نورمال كل شهر كنبقى نشري دي ماتيير بروميير جدادين على سبيل المثال هادو هما لي ماتيير بروميير اللي شريتهم
باش نصنع هاد لو برودوي فيني. هادو هما لي زونطري اللي غيدخلوا عندي هنايا. سي بون، هادو هما لي زونطري اللي غيدخلوا عندي هنا. دونك شريت 15000 كيلوغرام ديال الخشب، وكل كيلوغرام تقام عليا هاد المرة 26 درهم. لقيت راسي خاسر 390000 درهم على هاد 15000 كيلوغرام. سي بون، دونك نورمالمون عندي لو ستوك ديجا كان انيسيال، وزدت عليه واحد لي زونطري، خاصني نعرف بشحال عندي انا في المجموع ديال لو ستوك ديال لي ماتيير بروميير. دونك كانت عندي 5000 كيلوغرام، زدت عاوتاني شريت كوم اونطري كوم اشا ديال لي ماتيير بروميير 15000 كيلوغرام واحده اخرى. دونك توتال اللي وليت كنملك بشحال من كيلوغرام ديال الخشب، وليت كنملك في المجموع 20000 كيلوغرام ديال الخشب. ولكن هاد لو توتال هذا ما عرفش انا بشحال لو كنت قام عليا، حيت دخلت 5000 الاولى ب 22 درهم، جمعتها مع 15000 درهم اللي دخلتها المره الثانيه، ولكن تقامت عليا ب 26. دونك خاصني نحسب لا موايان ديكو، هي اللي كنا شفناها في ليكسيرسيس رقم 6. سي بون، اسمحوا لي، في ليكسيرسيس رقم 6 الكميب اون فان دو بيريود. سي بون، وهي اللي كتكون معطيه في الامتحانات. وديجا بالله ما عطاوكم شي معلومات متعلقه باش من نوع هاد لا ميثود اللي غتخدموها في ليفاليوسيون دو ستوك، اوتوماتيكمون خاصك تخدم الكميب اون فان دو بيريود. سي بون، دونك كاينش التوتال كاع المصاريف اللي تقاموا عليا بوندون لاشا ديال لي ماتيير بروميير بوندون داك لو موا كامل، تنقسمها على لا كونتيتي عندي، تيخرج ليا بان لو كو مويان ديال هاد المواد الاولية اللي انا عندي في ستوك تقامت عليا كل كيلوغرام ب 25 درهم. سي بون، ملي تلقى هاد لوكو هذا و ايفاليو كلشي كاع لي كل لي ريجوك موراها، صافي هذا هو الكميب اون فان دو بيريود. هاد 25 درهم اللي غتلقى هنا كتبها هنا في الطوطال كامل. هنا تيقول لك بانه لوكو داشا سالينا منه، عندنا واحد المرحله ديال السورتي. السورتي ديال اش؟ ديال لي ماتيير بروميير. مي تنقصدو بالسورتي ديال لي ماتيير بروميير، يعني غنهزو غير واحد لا كونتيتي قليله غنديوها لو كود دو برودكسيون. الهدف منها باش نصنعو بها داك لو برودوي فيني. حنا ديجا عندنا 20000 كيلوغرام في لو ستوك، ولكن مي بغينا نصنعو هاد البيرويات هادو هزينا غير 18000 كيلوغرام. سي بون، دونك اش من كو غنعطيوها؟ لو كو اللي لقينا هنا، لو كو مويان. دونك اوتوماتيكمون هاد 18000 كيلوغرام راه تقامت عليا ب 25 درهم للكيلو. سي بون، دونك اوتوماتيكمون شحال تقامت عليا هاد لي ماتيير بروميير اللي هزيتها في الوقيته ديال لاسورتي باش ندير ليها لا كونسوماسيون ديالها في لو سيرفيس دو برودكسيون، تقامت عليا ب 450000 درهم. اوكي سيدي، اي حاجه عندها بدايه لو ستوك انيسيال، والا كتكون عندها نهايه لو ستوك فينال. اوتوماتيكمون بشحال بقى عندي اود الناس من كيلوغرام ديال الخشب في لو ستوك عندي، بما انني لو توتال كان عندي 20000 وخرجت منها 18000 كوم ماتيير بروميير كوم كونسوماسيون، دونك بقات لي غير 2000 كيلوغرام اللي عندي في لو ستوك. فهمتي؟ دونك راه خرجت 18000 درهم من لو ستوك، بشحال بقات عندي؟ بقات عندي كوم ستوك فينال غيال 2000 كيلوغرام. غادي نشرحوا شنو هو الفرق ما بين لو ستوك فينال غيال ولو ستوك فينال تيوريك، باش كنلقاو دوك جوج كلمات، واش بوني واش مالي، غنخدموهم في لي زيكسيرسيس كوريجي. لنفرض عندنا 2000 كيلو 2000 كيلوغرام بقات لنا في لو ستوك، غنعطيوها حتى هو بنفس لو كو ديالها، لو كو مويان. دونك اوتوماتيكمون كيعني بان راه بقات ليا 2000 كيلوغرام في لو ستوك عندي كوم ستوك فينال، والقيمه ديالها الفلوس ديالها ساويه 50000 درهم. سي بون، اوتوماتيكمون 450000 زيد عليها 50000 هي 500000. هاد لابارتي هادي، اسمحوا لي، هاد لابارتي اللي عندي هنا خاصها تساوي هاد لابارتي اللي عندي هنا، راها باينه. ستوك انيسيال زدت عليه واحد لونتخي عطاني التوتال 20000،
هزيت من هاد التوتال غير 18000، بشحال بقى ليا من هاد التوتال؟ 2000. يعني هاد لو مونطون اللي عندي هنا، هاد لابارتي هنا خاصها تساوي هاد لابارتي هادي. سي بون اوكي سيدي. دونك دابا شنو قلنا؟ هزينا 18000 كيلوغرام للماتيير بروميير، ديناها لا برودكسيون. هاد لا برودكسيون حتى هي فيها دي شارج ديريكت اي دي شارج انديريكت. باش كنحسب لو كو دو برودكسيون، اول حاجه كنشد لو كو داشا اللي لقيناه هنايا هو اللي كنعتبروه دي شارج ديريكت، كنزيدو عليه لي فري دو برودكسيون، هما لي شارج انديريكت. هادو ملي كنجيبوهم، كنجيبوهم لهنا. سي بون، بشحال من كونتيتي صنعتها؟ سي بون. مثلا نقولو مثال، صنعت ما عرفتش، نقولو حنا صنعنا سيدي 10000 برودوي فيني. سي بون، 10000 برودوي فيني، والمجموع ديال لي برودوي فيني تقاموا عندنا سيدي حنا نقولو مثلا واحد 200000 درهم. صافي. دونك باش نعرف التكلفه ديال كل برودوي بشحال تقام عليا لوقيت هذا الانتاج ديالو، كنشد 200000 سي بون نقسمها على 10000، كنلقى بان كل برودوي لقيته باش كنت كنصنعو تقام ليا ب 20 درهم الواحد. سي بون، هادو هما لي شارج انديريكت، هادو هما لي شارج انديريكت. اوتوماتيكمون ديك السلعه اللي انا صايبتها ومنتجتها كون برودوي فيني غنخليها في الزنقه؟ لا، غنحطها حتى هي في لو ستوك، لو كو دانفونتير بيرمانون، حتى هي غندير ليها نفس لا ميثود. ستوك انيسيال ديال ديجا كنت بشحال من ديجا واجدين عندي لي بيرو، واجدين عندي لي برودوي فيني، مثلا 5000 كونتيتي ديال البيرويات، صنعت كوم اونتخي، عاد صنعت كوم اونتخي، دخلت 15000 بيرو. المجموع ديال البيرويات اللي عندي 20000 مكتب. سي بون، لو كو مويان بنفس الطريقة تنقولو اون فان دو بيريود. سي بون. هنا لا سورتي، هاد لا سورتي ديالاش كنقصدو بها لا فونت. ديجا انا عندي مثلا 20000 مكتب واجده عندي في ستوك، صنعتها واجده، جي عندي واحد الكليان بغى يشري مني غير 18 المكتب، دونك درت ليها لا سورتي من المكازي عندي اوتوماتيكمون، حتى هي كندوزوها بنفس لوكو اللي تلقاو هنا. لو ستوك فينال بشحال بقى عندك من برودوي فيني؟ بشحال بقى عندك من مكتب؟ بقى عندي غير 2000 مكتب. سي بون، حتى هي التوتال د هنا خاصو يساوي التوتال د هذا. هنا لا سورتي تنقصدو بها لا كونسوماسيون دي ماتيير بروميير، اللي كنهزو غير لا كونتيتي ديال السيرفيس برودكسيون، كندير التكرار ما تقلقش مني. هنا عاوتاني كنهندو لا سورتي تنقصدو بها شنو؟ ديك لا كونتيتي ديال لي برودوي اللي حنا صنعناهم، بشحال غادي نخرجو منهم اللي غنبيعوهم للكليان. سي بون، هنا لا كونسوماسيون وهنا لا فونت. سهله هادي، سهله هادي. نشوفو لو كو دو روفيان. لو كو دو روفيان حتى هو كيتكون من لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت ديالو هو لو كو دو برودكسيون، يعني تقول لك شحال هزيت يا ود الناس باش تبيع؟ هزيت 18000 كونتيتي ديال المكتب، وكل كونتيتي كانت قامت عليا كوم شارج ديريكت كوم كو دو برودكسيون 25 درهم للمكتب. سي بون، وكانت خسرت عليهم 450000 درهم. سي بون، لي شارج ان ديالك ديال لو كو دو في ملي كنجيبوه، كنجيبوه من الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج ان ديالك، وبالضبط اش من كولون، كولون ديال ديستريبيسيون. هادشي راه خدمناه با مال دو فو، خدمنا لي زيكسيرسيس كوريج. سي بون اوكي سيدي. دونك سالينا المرحله ديال لو كو دو في اللي هو لي شارج ان ديال لي شارج ان ديريكت. دونك شنو تيبقى ليا؟ اوتوماتيكمون تيبقى ليا خاصني نلقى الريزولتا اناليتيك. الريزولتا اناليتيك اللي تنقلبوا عليها من الصباح، كيفاش كنحسبوها؟ الثمن باش بعنا ديك لا كونتيتي، لو شيفر دافير، لو بري دو فونت، الثمن باش بعنا ديك لا كونتيتي ديال داك المكتب اللي حنا بعناه. بار اكزومبل حنا بعنا مثلا 18000 مكتب، وكل مكتب بعناه مثلا سيدي ب ما عرفتش 200 درهم. دونك 18000 كونتيتي ضربها في 200 درهم، هذاك هو لو بري دو فونت. سي بون، نقص منها لو كو دو روفيان، هو اللي غيخرج لك هنا.
C'est bon. Donc, le chiffre d'affaires, n'est-ce que le coût de revient, il y a un résultat analytique. Il y a un bénéfice ou bien gain ou bien une perte. C'est bon. Donc, à compter le vidéo prochain, inshallah, bi'idnillah, va dire que l'exercice raqam 10 اللي غيكون هو اول اكسرسيس كوريجي غنشوفوه بشكل تطبيقي على كيفاش كنلقاو لا ديتيرميناسيون ديكو وفي الاخر نلقاو الريزلت اناليتيك. دونك كان معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.